كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط جامعة القاهرة، حيث دفعت بسبع سيارات أمن مركزي ومدرعة بميدان النهضة، وثلاث سيارات أمن مركزي بجوار المدينة الجامعية، ومدرعتين أمام كلية الحقوق تحسباً لحدوث أي اشتباكات من قبل عناصر الإخوان. وكانت حركة طلاب ضد الانقلاب المنتمية لجامعة الإخوان قد دعت لتظاهر بجامعة القاهرة، وذلك اعتراضاً على دخول قوات الشرطة الحرم الجامعي.